المهم في شيء تبغونه بحد ذاته ولا بتكلم لي عن عدة مواضيع؟ في الحقيقة عدة مواضيع طبعا قصيرة ويتداولها الناس في المجتمع بكثرة، وهي تخالف الواقع، وتخالف الواقع حتى من ناحية دينية، وهذه هي المشكلة. مثلا الآن لو جينا لوسائل التواصل الاجتماعي، في الواتساب في بعض الناس كاتب اسمه سبحان الله وبحمده، وبعضهم كاتب اسمه الحمد لله كذا، وشلون تكتب؟ ولذلك إذا دخلت على حسابه لقيته الحمد لله يكتب، الله هو يكتب الله سبحانه وتعالى، ما لقيت اسم الله هذا. يا أخي حط اسمك ولا على رأسك، حط اسمك فلان الفلاني، وإلا على الأقل إذا بليت أنك تبي تندس اكتب شيء ما ينافي الشرع. فهنا منتشر في الواتساب وفي السناب وحتى في وسائل التواصل كلها الحمد لله مثل هذه الأسماء المتماثلة، وهذه طبعا كلها كما نعرف تنافي الشرع، لأنه لا يجوز أن تستخدم سبحان الله. أنت اسمك سبحان الله؟ أنت سبحان الله دعوة من الإنسان المسلم لله سبحانه وتعالى، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولذلك التسبيح الدائم يرد القدر، وصل إلى هذه الدرجة. فكيف تكتب اسمك سبحان الله ولا الحمد لله ولا الله أكبر؟ بعضهم يكتب الله أكبر، ثم لا جيت دخلت عليه ولا الله أكبر يكتب، الله يكتب الله. اتقوا الله في هذه الأشياء. لا حب طبعا الشرح الكثير، لكن هذه مقدمة. الشيء الثاني موضوع كلمة مبروك، الناس الآن لما يتزوج الواحد ولا يسكن بيت جديد ولا ينجح ولا مبروك مبروك، وهذه كلمة طبعا ليست في العربية، ومعناها مأخوذة من البرك الجمل، لما يقول الجمل برك، وإنما نقول مبارك، بارك الله فيك ولك، هذا في اللغة وفي الشرع حتى. يجب أن ننتبه لهذه الأشياء. الشيء الثالث وهو المهم لهذا، قال الإنسان الله يعطيك ألف عافية، الله يعطيك مئة عافية، ألفين عافية، مليار عافية، لماذا أن تحدد وتخاطب ربك سبحانه وتعالى بشيء محدود؟ الله كريم، قل الله يعطيك العافية وكفى، ثم اللي عند الله سبحانه وتعالى قد يكون مليارات أو الله أعلم، ولكن لا نحدد. أيضا فيه شلون الآن منتشر بين الناس وكذا، كيف حالك عساك طيب إن شاء الله، لما إنك دعيت لأخيك المسلم لا تقول إن شاء الله، لا تشرط على الله، الله الله سبحانه وتعالى كريم يا أخي يعطي وكذا وكذا. فمثل هذه الأشياء منتشرة في المجتمع ولا الناس يلقون لها بال، وهي الحقيقة أحيانا تدخل في مواضيع شرعية يجب أن احنا ننتبه لها ونبتعد عنها. والإنسان المسلم يجب أن يكون متقيد بما جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن مثل هذه الأمور، لأنها إثم وعليك إثم منها، وعليك سيئات، لا سيما الإنسان إذا استمر عليها وصار، أما قد يكون عاد مكابر أو قد يكون مسكين جاهل ما يدري. ولذا نحن من هالمقام إن شاء الله نرجو أن الله حد يسمعنا وكذا، وأن يأخذ بهذه النصيحة إذا قبل وإذا راد. جزاك الله خير أبو عبد الله. في بعض الكلمات دارجة